ينضم إلينا من معبر رفح أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية. أيمن، كيف تبدو التطورات في معبر رفح من الناحية المصرية؟ وأيضا هل ما زلت تسمع دوي الانفجارات والقصف في معبر رفح من الناحية الفلسطينية؟ كيف تبدو وتيرته؟ نعم، يعني القصف متغير من ساعة إلى أخرى. نتحدث بأن هذه الليلة كانت هادئة نسبيا عن الليلة السابقة التي كانت دامية وغير يعني وكانت قاسية بشكل كبير على الفلسطينيين الذين عانوا من جراء هذه الليلة السابقة التي كانت يعني أو تذكرنا بالأيام الأولى من الحرب على قطاع غزة نظرا لبشاعتها، وحيث كانت يعني ارتقى على أثارها حوالي يعني 57 شهيدا وأيضا أصيب 52 من الجرحى والمصابين نتيجة لسبع مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية. نتحدث أيضا بأن في ظل هذه المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تحديدا على المناطق الشرقية والجنوبية في رفح، إلا أن لازال الوضع الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحجب إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني نتيجة للاحتلال الذي يمارسه على منفذ رفح البري من الجهات الفلسطينية وإغلاق منفذ كرم أبو سالم، لا يسمح بإنفاذ أي من المساعدات الإنسانية أو استقبال الجرحى والمصابين. منظمة أطباء بلا حدود خلال الساعات الماضية يعني أشارت إلى خطورة الوضع في مدينة رفح نتيجة للحصار المحتدم الذي يمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على يعني الفلسطينيين، وأيضا أشار إلى يعني اقتراب نفاذ المخزون من يعني المواد الحيوية وغير ذلك المستلزمات العلاجية التي بطبيعة الحال تستخدم في تقديم العلاج للجرحى والمصابين الذين اقترب عددهم من 80,000 جريح ومصاب. حالة إنسانية صعبة للغاية يعاني منها الفلسطينيون من هذه الحرب التي لم تتوقف منذ قرابة 8 أشهر وتزداد حدتها في هذه الأيام. نتحدث بأن بالتزامن مع ذلك إلا أن منفذ رفح من الجهات المصرية لا زال يفتح الأبواب يتأهب على مدار الساعة لإنفاذ أي من المساعدات الإنسانية استقبال الجرحى والمصابين كعادته خلال الأيام السابقة قبل أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بحجب كل شيء حينما قام بالسطو والاستيلاء على منفذ رفح من الجهات الفلسطينية. حالة هذه التأهب تتمثل في يعني الاستعدادات اللوجستية متمثلة في اصطفاف طبعا الشاحنات المساعدات بالآلاف انتظارا للدخول محملة بالمساعدات الإنسانية وغير ذلك من المساعدات العلاجية وأيضا الإيوائية التي بطبيعة الحال يحتاجها الفلسطينيون في هذه المحنة التي تعد هي الأعنف في التاريخ الحديث. نتحدث أيضا بأن هناك مخازن لوجستية خصصتها مصر في مدينة العريش لتستقبل هذه يعني الشاحنات المساعدات أو أيضا لتخزين المساعدات في الثلاجات وغير ذلك للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة لتتمكن مصر من إنفاذها إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن. نتحدث أيضا بالتزامن مع ذلك هو التأهب الكامل من قطاع الصحة المصرية بتمركز عربات الإسعاف سواء في داخل منفذ رفح أو خارج منفذ رفح البرية، تناوب عليه بشكل دوري الأطباء الذين دفعت بهم وزارة الصحة المصرية تتأهب بهم واستعدادا لأي طارئ قد يحدث نتيجة يعني بعدما لو قام يعني الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للجرحى والمصابين بالعبور مرة أخرى إلى مصر. حينما كنا نتابع خلال الفترة الماضية قدمت مصر العديد من يعني المساعدات وإنفاذ المساعدات إلى الجهات الأخرى، وأيضا قدمت الرعاية الصحية الكاملة للجرحى والمصابين الذين كانت تستقبلهم قبل يعني أن يمنع كل شيء نتيجة للاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس في هذه الأيام على منفذ رفح البري من الجهات الفلسطينية. لازال أو يعني ما يقرب من 5500 جريح ومصاب يخضعون للعملية العلاجية داخل المستشفيات المصرية، منهم من تم استشفاؤه بشكل كامل ومنهم لازال يخضع للعملية العلاجية. يرافق هذه المصابين أو هؤلاء المصابين أعداد من الجرحى أعداد من المرافقين الذين قدمت لهم مصر كافة أوجه الرعاية وتقديم تلبية
تلبيه كافه الاحتياجات بدايه من توفير المسكن والملبس وغير ذلك من الاحتياجات الاوليه التي يتطلبها على مدار يعني معيشتهم بشكل او اقامتهم داخل مصر. نتحدث ايضا بان مصر حولت منذ اندلاع الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه مطار العريش قبله للعالم لاستقبال الجرحى لاستقبال المساعدات الانسانيه او ايضا سفر الجرحى والمصابين الذين كانت ترغب بعض الدول في اجلائهم لتقديم الخدمه العلاجيه، ولكن في مع يعني قله وتيره هذه المساعدات التي بدات تقل في يعني خلال هذه الايام من قبل الدول، الا ان مصر تساهم بشكل كبير في ارسال المساعدات الانسانيه والتي تتدفق عبر الاراضي المصريه او غير ذلك من المؤسسات المجتمع المدني ك يعني التحالف الوطني المصري او مؤسسه حياه كريمه التي تواصل ارسال المساعدات الانسانيه التي تصطف بالعشرات والمئات وصولا الى مدينه العريش استعدادا لانفاذها الى قطاع غزه. الوضع هنا داخل منفذ رفح البري من الجهه المصريه مستقر في حاله تاهب، حاله من الهدوء كما نشاهد، بعكس التوترات التي تشهدها الجهات الاخرى والتي تبعد قرابه 500 متر فقط من هذه النقطه. من معبر رفح أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك.